يسلموا ايديك. شكرا. معوضين ان شاء الله. تفضلي. مع السلامة، سلم لي على اسمها. حاضر يا خانم. تفضل. ليش ما جبتي فريدو معك؟ لأنه كان عندي شغل بالبنك. مو هذا الشاب اللي بيشتغل عند الصايغ تبعك؟ مزبوط، اشتريت كم قطعة صغيرة وهو جاب لي اياهم. شو جبتي؟ بعدين بتشوفيهم، شو تشربي؟ خليني آخذ نفس وبعدين بشرب. طالعة كتير حلوة. شكرا ماما. لحظة شوي. يلا احكي لي. شايفتك مبسوطة معنا هسمر، أكيد حكت لك، ما حدا كان متوقع حلمي بيك يطلع منه كل هالشي. شو سوى حلمي بيك؟ ما سوى شي. عم قلك احكي لي شو صار. الله يخليكي ماما، ما بدي يصير مشاكل من تحت راسي هلا. إذا ما بدك تحكي رح أتصل بحلمي وأسأله. في عالم كتير؟ ما في ولا وحدة. آه، إجت مشان التشكيلة الجديدة وطلبت منا أنه أنت تعرضيهم. والله عم تنشهري بسرعة. لما قالوا لي في عرض خاص قلت رح يجي 10 أشخاص، مين هزبونة الأكابر؟ أروى خانم مرته لحلمي بيك. خلينا نروح. يلا بشرى. أروى خانم بكفي هيك، شكراً إليك. شو مفكرة حالها؟ والله ما فهمت شي. شو عم تتمسخر علي؟ شو هالقلة الأدب؟ مشان هيك جبتيني؟ استغفر الله، قلت لك ما فهمت شي، دفعت المصاري كاش وراحت بدون ما تتفرج. مفكرة حالها إذا معها مصاري بتقدر تساوي كل شي؟ هي إهانة إلي، وأنا ما رح أسكت بنوب. صدقيني ما بعرف ليش ساوت هيك. ألو. شو سويت فيني يا حلمي بيك؟ من لما شفتك مبارح انقلبت حياتي فوقاني تحتاني. ليش تخناتي مع مهند؟ مرتك كانت هون قبل شوي. ما عم صدق، أكيد أنت غلطانة لأنه مرتي. عم قلك كانت هون، ليش ما عم تصدق؟ حياتي كلها ما تعرضت لهيك إهانة، أنت المسؤول عن كل شي صار. أنا آسف. حلمي بترجاك اقنعها أنه ما في شي بيناتنا، حاول معها بأي طريقة رجاءً، لازم تنحل هالمشكلة فوراً. شو بدك؟ أروى، لازم نحكي ضروري. أنا قررت أتطلق يا حلمي. لك أنت شو عم تحكي؟ كلامي كتير واضح، أنا ما عاد فيني أعيش معك بنوب. أنا جاي لعندك، أنت وين؟ تحملت كل هالسنين يلي مضت كرمال ابني، بس إنك تقلل احترام معي هالشي ما رح أسكت عنه بنوب يا حلمي. طيب خليني أشرح لك. اليوم رح نام عند ابني، وبكرة بس أرجع على البيت ما بدي أشوفك. رجاءً، اليوم تترك البيت. Thank you.
الحمد لله على السلامة عدنان بيك. الله يسلمك. أهلا وسهلا سمر خانم. أهلا فيكي. مهند بيك بمكتبك. هلا هذا الشغل اللي عم يشتغله مهند؟ أهلين عمي، أنا آسف. لا تواخذني، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أوعك تقلي إنك تعبان من الشغل. لا، كنت عم بستنى الاجتماع بس خفيت شوي، صار لي من الصبح عم بشتغل. شفتي يا سمر قديش شغلنا متعب؟ لا والله، بس امبارح ما نمت بنوم. لا تقلي كنت سهران بالكازينو. لا والله يا عمي، كنت عم فكر بشغلة مشان هيك ما قدرت نام. تفضل لهون، تفضل. لا أنا هيك مبسوط. طمني عمي، شلون كانت سفرتك؟ صدقني أحلى شي بالسفر لما رجعت وشفت سمر بالمطار، مشان هيك أنا مبسوط. Mm-hmm.